في تونس ما عادش نجم ونطلبوا من الدولة باش تعمل كل شيء لعدة أسباب. نعرفوا اليوم معناها الإمكانيات متاع تونس محدودة وما نجموش نطلبوا من الدولة باش تعمل الاستثمارات كل الاستثمارات جانب تعملوا الدولة، وهذا خاصة تدخل في المشاريع الكبرى كل ما هي بنية تحتية وكذا، والباقي يلزم يكون الخواص. مش معناها خاطر فما خواص خسروا ولا كذا ما يلزمش اصحاب الشهائد العليا ما يدخلوش المؤسسات هذو. الثقه فما استراتيجيه اللي طبقنا هذوما باش يشوفوا العالم اليوم قاعد يتبدل وقاعد يتغير، واحنا يلزمنا نمشيو معاه نتقدموا معاه وندخلوا معاه ونتفاعلوا معاه. اليوم ما يتسالش يدخل في مؤسسه صغيره ممكن ما يكونش فرحان كيما يحب هو يكون فرحان، ومش اللي يتمناه يلقاه. وكل هذيك تكون عنده تجربة، والتجربة هذيك تجم تسمح له غدوة باش يدخل هو بنفسه لعالم المؤسسة ويبعث مؤسسة ويكون صاحب مؤسسة، وإن شاء الله المؤسسة هذيك تكون خير من المؤسسة الأخرى. أما هذاك هو العالم اليوم، ما تجمش كل واحد منا يخرج من الجامعة يقول يلزمني ندخل في مؤسسات متاع الدولة. مش ممكن، خاطر اليوم الدولة مش ممكن باش تزيد دخل معناها أصحاب شهائد أخرى، خاطر خلطنا المستوى اللي مش ممكن باش نعديه هذا. اما احنا تعرفوا عندنا برامج عديده في كونكت اللي هي تشجع على بعث مؤسسات، وعندنا التمويل اللازم، وعندنا حتى اذا كان ما عندوش تمويل ذاتي عندنا الامكانيات باش نعاونوه في التمويل الذاتي، بحيث هو يلزم ياخذ الخبره قبل، وبعد الخبره هذيك يجم يخلق المؤسسه. يعني شهاده وتكوين تكفي انه يبعث في مشروع، شهاده وتكوين مشروع مربح ويتفضل. احنا في الجهات 14 ولاية كما كنت نحكي لكم عندنا برنامج على 3 سنوات باش نخلق اكثر من 500 مؤسسة، وسي ديجا اون روت، واكثر من 4500 موطن شغل. يعني مهم يمكن اعظم برنامج في تونس لبعث المؤسسات اللي تقوم به كونكت اليوم.